تواصل الشركة الجوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ستات جهودها وحملتها المكثفة لتنقية شبكة تطهير السائل عبر مختلف مناطق جهة الدار البيضاء ستات استعدادا لموسم مياه الأمطار بحول الله. وفي هذا الصدد نحن متواجدون بمنطقة سيدي حجاج التابعة لإقليم مديونة، حيث قمنا بتعبئة 3 شاحنات تطهير مائية تمكن كل واحدة من تنظيف حوالي 200 متر طولي من الشبكة، وذلك حسب نسبة الترسبات الموجودة ومستوى التحضيرات المخطط لها مثل عملية التطهير اليدوي وتنظيف المنافذ. يهدف هذا التدخل بالأساس إلى تقوية القدرة الاستيعابية لشبكة تطهير مياه الأمطار قصد الحد من مخاطر التدفقات وضمان سيولة جيدة للبنية التحتية خلال الفترات المطرية المقبلة بحول الله. هذا وتبقى الشركة الجهوية متعددة الخدمات معززا جميع وسائلها التقنية والبشرية للقيام بعمليات صيانة الشبكة وتفتيشها لتقديم خدمة ذات جودة عالية للساكن.